23 سبتمبر 2017، وكالعادة بنبتدي فقرة الصحافة في أول يومنا في برنامج نهارك سعيد، وضيفي العزيز النهاردة الأستاذ الكاتب الصحفي بيشوي رمزي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري كله بخير إن شاء الله دايما. نقينا بعض الأخبار من عناوين الصحف المختلفة. من جريدة الأهرام صفحة أولى: مصر تتسلم أحدث فرقاطة بحرية في الشرق الأوسط. أخبار اليوم صفحة أولى: في بيان للبيت الأبيض أمس، الرئيس الأمريكي يؤكد على دور مصر في استقرار الشرق الأوسط. المصري اليوم صفحة أولى: عودة المدارس اليوم، الوزير يحذر من إغفال تحية العلم. الوطن صفحة أولى: التعليم، عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات مع انطلاق الدراسة اليوم. المصري اليوم صفحة أولى: برزاني يتحدى الرفض الدولي لاستفتاء كردستان، نعم للاستقلال. الوطن صفحة أولى: التجارة والصناعة، إخضاع قطع غيار المستوردة للإشراف الرقابة الصناعية. الأهرام صفحة أولى: الليلة الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على الترجي في دوري الأبطال الأفريقي. بعد إذن سيادتك أستاذ بشوي، عندنا أول خبر من جريدة الأهرام صفحة أولى: مصر تتسلم أحدث فرقاطة بحرية في الشرق الأوسط. هو طبعا يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية والمؤسسة العسكرية المصرية من أجل تحديث الأسطول المصري، أسطول البحر المصري، وتطوير إمكانات الجيش المصري، خصوصا أن احنا في مرحلة حاليا حرجة جدا، ليس فقط في مصر ولكن في منطقة الشرق الأوسط ككل. الدور المصري لا يقتصر فقط على حماية الأمن القومي المصري، ولكن هناك حالة من يعني مصر كدولة كبرى في منطقة الشرق الأوسط وقوة إقليمية مهمة لها وزنها، لها دور في حماية الأمن القومي العربي وأمن أشقائها العرب في ضوء تهديدات إرهابية واضحة، في ضوء حالة من عدم الاستقرار الإقليمي في المرحلة الحالية. فلابد أن يكون هناك استعداد كامل وتحديث مستمر لإمكانيات الجيش المصري في المرحلة الحالية، وده اللي بتعمله القوات المسلحة، وده اللي حريص عليه الدولة المصرية في المرحلة الحالية. نعم. يعني هذه الأجهزة، هذه المعدات الحديثة تهدف في الأساس إلى حماية المصريين وحماية الأراضي المصرية، وفي نفس الوقت حماية المنطقة العربية وحماية الأشقاء. نزيد من البيت شعر أستاذ بشوي، إن إحنا كمان زي ما قلت في المقدمة، إحنا كمان عندنا هام جدا، وخصوصا الـ يعني مركزين اعتقد بالفترة اللي فاتت على القوات البحرية، والقوات البحرية اذا كانت حاملات طائرات، اذا كان طائرات هليكوبتر وحاملات طائرات هليكوبتر، وكمان الفرقاطة الجديدة اللي هي هيجي كذا واحدة بعد كده ان شاء الله، اللي هي اسمها جو ويند. حاجة مهمة جدا لازم نقولها برضو، انه احنا عندنا في الفترة اللي جاية حقول غاز في 2018 بالزبط. هتبتدي تنتج الغاز، فطبعا احنا لازم نحمي بالزبط. اقتصادنا بالزبط. من الناحية الاقتصادية، وخصوصا ان احنا في الوقت الحالي لسه سامع الاخبار دلوقتي ان في تعاون مشترك ما بين مصر واليونان وقبرص اعتقد في عدد كبير من المجالات. بالضبط، هو مصر وقعت عده اتفاقيات مع الدول الثلاثه او مع اليونان وقبرص تحديدا منذ اعتقد سنتين، وفي تعاون كبير جدا في مجال حتى التنقيب عن الغاز والنفط في تحت اعماق البحر المتوسط، وده يعني ان دل على شيء يدل على ان هناك بالفعل حاجه لحمايه هذه الثروات اللي هتفرق كتير جدا مع الاقتصاد المصري. يعني احنا تمام. في حاجه الى تنميه اقتصاديه، فاكيد في احتياج لثرواتنا يعني وحمايتها، بالاضافه الى كمان المضايق الخاصه بقناه السويس او مداخلها. طبعا من الاخبار، اخبار اليوم صفحة أولى: في بيان البيت الأبيض أمس، الرئيس الأمريكي يؤكد على دور مصر في استقرار الشرق الأوسط. يعني هو بيان البيت الأبيض جاء على خلفية اللقاء الذي عقده الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،
وأنا عايز أقول أن تأكيد الرئيس الأمريكي على دور مصر هو انعكاس لنجاح مصر على عدة مستويات. أولا نجاح الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل عدة رسائل، أهم هذه الرسائل هو التأكيد على توجهات الدبلوماسية المصرية وتحركاتها في الفترة الحالية. مصر حققت نجاح دبلوماسي كبير بأن هي قدرت أن هي تقنع الإدارة الحاكمة في قطاع غزة على فك اللجنة المركزية التي تحكم القطاع، وده خطوة مهمة جدا على طريق المصالحة الفلسطينية. وهنا مصر استعادت دورها في قضية تعتبر أحد أهم القضايا المحورية التي تمس مصر، يعني وهي القضية الفلسطينية، لأن مصر منذ بداية القضية الفلسطينية وهي راعي هذه القضية، راعي الرئيسي فلسطين بالضبط. الحاجة الثانية أن مصر عندما تتخذ إجراءات تجاه أي طرف من الأطراف فالهدف هو تحقيق السلم والأمن الدوليين اللي هم أهم مبادئ الأمم المتحدة. تأكيد الرئيس الأمريكي على دور مصر هو يعني دليل وانعكاس على نجاح الدبلوماسية المصرية، على نجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجاح الخطوات الأخيرة التي اتخذتها مصر من ناحية القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها مصر مع شركائها العرب تجاه قضايا أخرى. فأعتقد واحد من برضو أهم المواضيع كمان الخاصة بليبيا، طبعاً ليبيا طبعاً. والدور المصري الهام جدا في الوصول لاستقرار ليبيا، والدور الهام أيضا لمصر في استقرار سوريا. مصر بتلعب دور كبير جدا في ليبيا، ويمكن ده ظهر حتى في تصريحات، يعني أنا كنت بسمع أحد القنوات الإيطالية قريب كانوا بيتكلموا أعضاء من البرلمان الإيطالي عن أهمية دور مصر ولابد من أن يكون هناك دعم للدور المصري في ليبيا. أيضا مصر لعبت دور في سوريا في الفترة الأخيرة مهم جدا. فأنا أعتقد أن الدبلوماسية المصرية تحقق نجاحات متتالية، وأنا أعتقد أن ده يعني تأكيد الرئيس الأمريكي معناه أن مصر حليف قوي للولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستغناء عن مصر. تمام. في المرحلة الحالية المصري اليوم صفحة أولى، هو خبرين وراء بعض ممكن حضرتك تعلق عليهم بقى مع بعض. يوم المصري اليوم صفحة أولى، عودة المدارس اليوم والوزير يحذر من إغفال تحية العلم. والوطن صفحة أولى، التعليم عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات مع انطلاق الدراسة اليوم. يعني أعتقد أن طبعا كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والسادة المشاهدين بخير. عام دراسي جديد، ونتمنى أن يكون عام مثمر، وأن يكون عام ناجح على كل الطلاب، وأن يكون هناك استعادة للقيم المدرسية مرة أخرى، وأن يكون هناك يعني اهتمام بالطالب واهتمام بالمدرسة وعودة مرة أخرى لدور المدرسة المهم في حياة الطالب. تحية العلم يعني أعتقد أنها مسألة يعني في منتهى الأهمية. يعني إحنا كلنا لما كنا في المدرسة يعني المسألة دي كانت أساسية، كل يوم بيتم تحية العلم، وده بينشئ حالة من الانتماء لدى الطالب بالذات لما بيكون في سن صغير وتعود على كده. فدي أعتقد أنها مسألة في منتهى الأهمية لغرس قيم الانتماء في ظل يعني عايز أقول دعوات من قبل البعض باصدراء قيمة الوطن وباصدراء قيمة يعني وإعطاء الأولوية للمصالح الشخصية على المصلحة العامة للوطن. فأنا أعتقد أن مسألة تحية العلم دي مسألة مهمة جدا، لأنها بتنشئ قيم مهمة لدى الأجيال القادمة. يعني لازم نعرف الأجيال القادمة كمان أن احنا عشان العلم ده ضحينا بأرواحنا بالضبط، عشان العلم ده يترفع على سيناء ولا يترفع في أي مكان على أرض مصر. فدي حاجة تحس ان هو اللي بيقول لك ما تتحييش العلم او بيقلل من قيمة العلم، تحس ان هو بيقلل من قيمة الشهداء الكتار بالزبط. اللي في كل بيت في مصر بالزبط. اللي كان في شهيد دفع روحه لفدا مصر. طيب، والتعليم عدم ربط التسليم بقى الكتب بدفع المصروفات مع انطلاق الدراسة اليوم. والله هي خطوة كويسة جدا ان المسألة ما تبقاش مرتبطة بدفع المصروفات، على اعتبار ان الكتاب مهم بالنسبة للطالب، يعني يقدر يذاكر منه او ان هو يتابع منه المنهج. فانا اعتقد انها مسألة جيدة جدا. تمام. واعتقد ان هي خطوة جيدة. المصري اليوم صفحة اولى، برزاني يتحدى الرفض الدولي لاستفتاء كردستان، نعم للاستقلال. اعتقد ان رفض برزاني
لما أجمع عليه المجتمع الدولي مسألة في منتهى الخطورة، لابد أن يتم دراسة المسألة. ما فيش حاجة اسمها استفتاء مباشرة بشكل، لابد أن يكون في مرحلة انتقالية وتهيئة لعملية الاستفتاء. يعني حتى عشان أعمل استفتاء لابد أن يكون هناك تهيئة للرأي العام في الداخل العراقي وفي داخل كردستان نفسها حول هذا الاستفتاء وتداعياته، لان يعني ما ينفعش زي ما بيقولوا كده من الضهر للنار، يعني مساله مش مقبوله. فانا اعتقد ان هناك حاجه الى التروي قبل، يعني قبل اجراء هذا الاستفتاء، وان يكون لان هيكون له ممكن تداعيات خطيره جدا. استاذ بشوي، ممكن بعد اذنك احنا عمالين نسمع عن كردستان والانتخابات او رفض الدوله لاستفتاء كردستان، يعني ممكن تقول لي تلخصها لي في ثلاث كلمات او ثلاث تسطر عن مشكله كردستان دي؟ هو كردستان نفهمها يعني للمشاهد. هو هناك رغبه لدى الاكراد ان هم يستقلوا عن العراق، وهم بالفعل يعني لديهم حكومه فدراليه في الداخل، لكن هم تابعين للأراضي العراقية، يعني هم ما زالوا جزء من الدولة العراقية ويتبعوا الحكومة المركزية في العراق. الأكراد بعد أن تمكنوا من لعب دور مهم في الحرب على داعش في العراق، شعروا أن لديهم قوة أنهم يستطيعوا أن يحيوا أمال الاستقلال عن العراق وتحقيق حلم الاستقلال، بالذات بعد ما كان هناك قوة دولية تعتمد عليهم. التحالف الدولي كان بيعتمد عليهم بصورة كبيرة. إيه علاقته بتركيا؟ تركيا تخشى من الأكراد، يعني هي تركيا تخشى من الأكراد اللي موجودين على أراضيها، وتخشى أن مسألة الاستقلال دي يعني زي ما بيقولوا كده تكبر في دماغ الأكراد الموجودين في تركيا، فهم كمان يطالبوا بالاستقلال، خصوصا أنهم عندهم مشاكل كبيرة مع الحكومة. أشكرك يا بي أنك وضحت لنا يعني الموضوع ده. الوطن صفحة أولى، تجارة والصناعة، إخضاع قطع الغيار المستوردة لإشراف الرقابة الصناعية. هي خطوة مهمة جدا لمنع التهريب، خصوصا أن سوق السيارات شهد حالة من الركود الفترة اللي فاتت نتيجة الإجراءات الاقتصادية. فهناك بعض الناس، بعض التجار، الناس بيشتروا أو بيستوردوا القطع الغيار على أساس أنهم يستخدموها في الصناعة، بعدين بيبيعوها بعد كده. فأعتقد أن المسألة دي مهمة للاحتواء المسألة دي. يعني عظيم. من الأهرام صفحة أولى، الليلة الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على الترجي في دوري الأبطال الأفريقي. والله هي مباراة صعبة جدا، هو الأهلي ضيف ثقيل طبعا. ليه صعبة جدا؟ فريق كبير. ليه صعبة جدا؟ لأن عشان النتيجة هو بيلعبوا في أرضهم يعني؟ لا، لأن النتيجة في القاهرة ما كانتش في صالحنا. أيوة. 2-2. عظيم. فالأهلي يعني لابد أن يفوز بالمباراة، يعني وطبعا مباراة في تونس، ولكن خلينا أقول لك كأهلاوي يعني. أيوة أن كأهلاوي. يعني عظيم. خلينا أقول لك إن أنا بتفائل بملعب رادس. الأهلي حقق انتصارات كبيرة جدا في ملعب رادس، يمكن كلنا نفتكر ماتش الصفاقسي التونسي وفوز الأهلي هدف لا شيء في آخر دقيقة. فأنا أعتقد إن المباراة هتكون صعبة مش سهلة، ولكن أنا متفائل بفوز النادي الأهلي إن شاء الله والصعود لنصف نهائي دوري. شفت الماتش بتاع امبارح بتاع الزمالك والمصري؟ شفت أجزاء منه. شفت أجزاء. فرحت طبعا إن الزمالك كسب ولا إيه؟ أنا أتمنى عودة يعني. أتمنى عودة نادي الزمالك طبعا. الكرة المصرية من غير أهلي وزمالك يعني مش هتحقق شيء. فأنا أعتقد إن فوز الزمالك امبارح يعني شيء جيد، وأعتقد إن المنافسة هتكون قوية جدا في الدوري السنة. الكاتب الصحفي بشوي رمزي، شرفتنا يا فندم، نورتنا. شكرا. والتقي بحضرتك تاني بإذن الله تعالى. شكرا لحضرتك. شكرا فندم. حضراتكم إحنا رجعنا تاني، نبقى عندنا أمل إن إحنا نلعب رياضة أكتر في مصر، عندنا أمل إن صحة الإنسان تبقى أفضل وأفضل، نبعد عن كل حاجة ممكن تخلي الإنسان يبهدل في صحته. فعندنا تقارير خاصة بالرياضة في نهارك سعيد، انضمت إلى التقارير والفقرات المتنوعة في نهارك سعيد. استمتعوا، أتمنى إن كنتوا تبقوا جاهزين كل مرة كده وتلعبوا رياضة معانا على الهواء مباشرة مع الكابتن أحمد البارودي. نروح نشوف التقرير ونكمل يومنا رياضي.